بسم الله والحمد لله. الآن نقارب الآية 98 من سورة الأنبياء لبروفيت كولابي ده الله سبحانه الأنبياء عليهم السلام بالتمام والكمال. يقول مولانا إنكم، أي عرفهم بحالهم، إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني يستعبد المال والجنس الحرام وسلطان الغاشم، وما قول يقولوا الكرب باش يبروا فساد الروس من خامجة، يقول لك يعني حاكم غشوم ولا فتنة تدوم، يعني يبرر لك بن أمية، يعني ما عندهم صفة الظلم لكن يبيدوا الفتنة، عندهم هم الفتنة لأثارها سيدنا الحسين عليه رضوان الله. يقول مولانا إنكم وما تعبدون، أي بوتوس إيفو زيدون، إنكم وما تعبدون من دون الله أبار الله واندور الله وأفك الله حسب جانب وزاد دي كومبستيبل دي هالفاير، كومبستيبل دي لنفاير، كومبستيبل حطب، يعني تغضونا بجسادكم الكرية اللي كتلة من الشحوم وما أدراك وشفشياكة من العذاب، وقتشحوم هذيك ملا تتحول إلى حريرات، يعني فيها بأس شديد ولا يمكن لنا ولا نستطيع أن نشبهها بأي عذاب في الدنيا. الحرائق اللي قاد تأتي على أجسادكم الفاسدة ولا ممتلكاتكم الباطلة وغيرة حرائق لا تقارن بحرائق التي ستعانون ما تتألمون بها وتدفعون بعض نتائج كفركم برب العالمين. نسأل الله أن نكون من خير المؤمنين، خير المسلمين، خير الموحدين، خير المحسنين، والسلام على أهل الإسلام.